اليوم إن شاء الله هنستكمل باقي الانبعاثات الغازية، وهنتكلم اليوم على السود. اللي هو إيه هو السود؟ السود هو باللغة العربية بيطلق عليه السخام أو الهباب، وهو عبارة عن ذرات الكربون اللي بتتراكم نتيجة انبعاثات دخان من الحريق أو من حرق داخل غرفة احتراق أو whatever. بيتكون عندي ما يسمى بالسود، او احنا بنسميه باللغه العربيه السخام او الهباب. في المحاضره هنتكلم على السود فورميشن، هنتكلم على السود فورمد فروم بري ميكسد فليم، هنتكلم على السود فورمد فروم ديفيوجن فليم، وهنتكلم على العوامل المؤثره على تكون السود الى الفاكتورز افكتنج اون سود فورميشن. اول حاجه هي مصادر البرنسبل سورس اوف سود ايميشنز ار كول بيرنينج فيلز، اللي هي محارق الوقود اللي بتعتمد على الفحم. ولو تروح شفت اي محرقة فحم هتلاقي كمية من السودس متكونة كتير جدا. الريفيوز بيرنينج، بعض المحارق اللي بيكون فيها كميات لم يتم احتراقها بالكامل. الكوك برودكشن بروسيس، عمليات انتاج فحم الكوك. عملت لك فحم الكوك دي، لو انت شات لك ظروف وشفت الفحم بيتم انتاجه ازاي، بتشوف كمية من السودس متكونة في المنطقة المحيطة حواليه بطريقة كبيرة جدا، وطبعا لها تأثير سيء على اي كائنات بتعيش في هذه المنطقة. الوود بيرنينج هوم فايرنج بليس، اللي هي المحرق اللي في البيوت عندنا بتحرق فيها الخشب او بتحرق فيها الفحم، ما دي كلها بتديك عملية من عمليات احد مصادر تكون السود. الاوبن بيرنينج فوست، اما بدينا نحرق النفايات في مناطق بيتكون عندنا برضو السود. الجازولين اند ديزل باورد انجن، الانجن اللي بتستخدم الجازولين او الديزل، شوف انت المنطقه اللي خارجه من عند الشكمونات بتاعت بعض السيارات هتلاقي منطقه الهباب او السود متكونه بطريقه كبيره جدا في هذه المناطق. احنا عندنا السود فورميشنز بيتكون ازاي؟ يبقى السود فورميشنز بيتكون من اربع خطوات، يعني بيتم تكوين السود في اربع خطوات. الفورميشنز اوف بروسيدور سبايسز، يتكون بعد كده البارتكل انسبشنز، بعد كده يبتدي سيرفيس جروث تنمو، عند بارتكل اجيوميليشنز تراكم الذرات او الجزيئات سواء كانت ذرات كربون او وات ايفر، وبعدين بيتم بارتكل اوكسيديشن عمليه اكسده هذه الذرات. يبقى دي المراحل اللي بيتكون فيها عمليه السود. السود فورميشن اندبندنت اوف ميكسينج بروسيس، يعني هنا لقينا ان السود فورميشن لا يعتمد على عمليه الخلط. السود از بيزد اون فيول ايكويفالنت ريشيو، من العوامل المهمه جدا اللي هي الايكويفالنس ريشيو فاي. الفاي از ديتيرمند باي انكريزنج فول فلو ريت انتل ذا اونست اوف يولو لومينيسيتي. طبعا احنا لو انت درست احتراق بتلاقي ان عندي في ثلاث مناطق للاب، اللي هي البرايمري زون، وبعدين المنطقه المعتدله، وبعدين منطقه الديوليشن المنطقه المخففه. كل واحده من دول بيكون لها لون معين. طبعا انت هنا بتلاحظ هذا الكلام، يمكن الناس اللي مارست هذا الكلام، انك انت لما تيجي تبدا الحرق بيكون عندنا في اللون لونه مصفر كده وفي دخان وفيه باب. لما تبدا تظبط نسبه الخلط يبتدي اللون عندنا يتحول الى اللون الازرق عادي، وده هيبان كويس جدا للناس اللي بتشتغل مثلا في ورش اللحام او القطع بالاكسجين والاستيلين، وما بيجي في بدايه تشغيل الجهاز اللي هيقطع بيه ويوصل لغايه خلطه النسبه اللي هيستخدمها، تلاحظ فرق جامد بين الكالرز بتاع مناطق اللهب وبالتالي الانبعاثات الغازيه اللي هي بتتم، وبالتالي السوت اللي ممكن يتكون عندنا. فور اور فيولز فاي اكبر من واحد، but it varies from different type fuel type. يبقى عندنا الفايل معظم الفيول بتكون اكبر من واحد وبتعتمد على نوع الوقود. لما نيجي نشوف المنطقه الاورنج زون، المنطقه البرتقاليه، ابير ابروكسيميتلي 1700 درجه. سود is to be equilibrium with gas temperature. السود in yellow zone is higher is at higher temperature than the gas. لما نيجي تأثير العوامل اللي بتأثر على ال factors affecting on soot formations، ال equivalence ratio زي ما قلنا من العوامل مهمة جدا، ال equivalence to phi and the flame temperature
are used for controlling soot for controlling soot formations in pre-mixed film. And then the value of phi is correlated with total number of carbon bonds when all fuel are compared at the same adiabatic temperature. يبقى الفاي بتأثر على تكو على وجود رابط بتأثر على رابط وعدد رابط ذرات الكربون الموجودة عندنا. Soot formations is rich in rich film temperature is higher than in lean film temperature. ودي نقطة مهمة جدا جدا عندنا. إن في حالة الريتش فليم السود فورميشن از هاير ذان لين فليم تمبريتشر. لما نيجي النوع الثاني اللي بيأثر عندنا من الأنواع المهمة اللي بتأثر عندنا اللي هو الفيول ستراكشر. الفيول ستراكشرز بلايز ميجور رول إن ديتيرمينج السود فورميشن. يبقى نوع الوقود زي ما قلنا بيلعب دور أساسي في تكون السود فورميشن. لأن زي ما قلنا قبل كده لو احتعل ذرات كربون بيحتعل ذرات وات ايفر هيؤدي إلى تراكم ذرات الكربون في الدخان اللي طالع وبالتالي هيؤثر على تكون نسب اللي هي السوت. الفيول بروليزيز ميكانيزم هاز سترونج امباكت اون سوت. فيول تايب از امبورتانت فور سوت فورميشن. Another again increasing flame temperature have a great effect on soot formation. زي ما لاحظنا ان الفليم تمبريتشر هي العنصر الاساسي او العامل الاساسي في تاثير على الجازيوس ايميشن. كذلك برضو البريشر. البريشر السوت انكريز از بريشر انكريز. لو البريشر بيزداد نسبه تكون السوت هتزداد. اكسجين كونسنتريشن تركيزات الاكسجين موجود عندنا. Additive of oxygen to fuel reduce soot formation but not for others. يعني أنا لو أضفنا أكسجين هيقلل الصوت لكن بقية العوامل ممكن تتأثر. Soot formation reduced due to increased catalyst of polarizes reaction by trace of oxygen. لو أنا حطيت بعض العناصر العوامل المساعدة بيبدأ عندي إن الصوت formation بيقل. هنستكمل برضو بعد عندنا هنا الفاكتور افكت عن سوت فورميشن الدايليشن اند ثيرمال افكت. ذا ماكسيمم سوت فورميشن انكريز ويز انكريز فليم تمبريتشر. ودي قاعده احنا قلناها. طب لو انا خففت بقى الفليم تمبريتشر هيقل السوت. نيتروجين دايليشن افكت سوت فورميشن ار ديو تو بوث ثيرمال اند كاينيتيك افكت. يبقى زي ما قلنا الدايليشن افكت affect soot formation rate due to both thermal and kinetic effect. The effect of dilation on maximum soot formation is greater than the temperature. تأثير التخفيف على maximum soot formation أكثر من تأثير الحرارة. إن شاء الله نستكمل المحاضرة القادمة باقي الانبعاثات الغازية.